في خلال فيديو النهارده خلينا نوضح اهم الاخبار اللي ظهرت مؤخرا عن عالم دي سي السينمائي، واللي للاسف كده الاخبار دي كانت محبطه وزي الزفت، بل كمان بتكمل علينا كفانز دي سي بعد مؤتمر الكوميك كون اللي كان مخيب جدا. فخلينا نعرف كده مع بعض كل حاجه بالتفاصيل ونشوف جيمس جان رئيس استوديوهات دي سي ناوي على ايه بالظبط بعد الاخبار اللي ظهرت مؤخرا. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وفعل زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد اول باول، واهم حاجه ما تنساش تحط لايك على الفيديو. ومن غير ما نطول في الكلام كتير يلا بينا نبدا. الاول كده لازم اوضح نقطه مهمه جدا، وهو من الاخر كده لما جيمس جان بيجي ياخد اي قرار كويس، ان كان بقى عمل مشروع معين او حتى اختيار ممثل لشخصيه في دي سي، يمكن انا بطلع هنا على القناه وبقول فعلا ان ده اختيار موفق من جيمس جان. يعني انا ما عنديش مشكله كمان ان انا اطلع واسقف لجيمس جان على الاختيار ده، ولكن ده ما يمنعش ان لو جيمس جان في وقت من الاوقات خد اختيار ما كانش موفق فيه، ان انا اطلع هنا واقول ان ده غلط كبير من جيمس جان ان يعمل في النهايه او يختار اختيار زي ده. وده يمكن يكون ظهر عليا في الفيديو الاخير هنا على القناة، واللي يمكن البعض استغرب من اسلوبي وكلامي على دي سي، بس من الاخر كده انا مش هشوف ان في اختيار سيء او كان المفروض جيمس جان يقدم مستوى افضل من كده، واطلع في النهاية اطبل ليه واقول برافو جيمس جان. وده بقى يمكن اللي جاي اتكلم عنه في فيديو النهاردة، وهو القرارات الغريبة اللي ظهرت مؤخرا من جيمس جان، وهو بقى ان كان الاعلان عن ممثلين او حتى مشاريع داخل دي سي. واولهم كده بنعرف خلاص ان الممثل جول كينمان المفروض كده الممثل ده هيرجع مره تانية لشخصيه ريك فلاج. الخبر ده انا نزلته بالمناسبه على السوشيال ميديا امبارح، فلو انت بقى متابعني هناك هتعرف اخر التحديثات اول باول، هتلاقي الاكونتات في صندوق الوصف تحت. فما علينا، نرجع بقى مره تانية للخبر الجميل، وهو عوده الممثل مره تانية، والمفروض ان هيظهر معانا في احداث الموسم الثاني من مسلسل بيس ميكر. واكيد هنا اول سؤال هيجي في بالك، الممثل ده هيرجع تاني ازاي للدور ده؟ مش المفروض هو اصلا مات في احداث فيلم ذا سوسايد سكواد اللي كان تابع للمخرج جيمس جان واللي تقدم معانا في احداث العالم السينمائي القديم؟ فخليني بقى اوضح لك كام نقطه. اولهم كده ان ولا فيلم ذا سوسايد سكواد ولا حتى الموسم الاول من مسلسل بيس ميكر كانون، يعني بشكل اوضح كده الاحداث اللي حصلت مش بتقع معانا في العالم السينمائي الجديد التابع لجيمس جان. ده بقى الا واذا جيمس جان ليه وجهه نظر ثانيه، واتمنى بصراحه يعني ان جيمس جان ما يشغلش دماغه ويكون في النهايه ليه وجهه نظر ثانيه مختلفه عن وجهه النظر دي، لان من الاخر كده اي اختلاف هيوصلنا لعك. طيب ده بقى بيوصلنا للاخبار اللي انتشرت قبل كده وقت انضمام الممثل فرانك غريلو، ان المفروض الممثل ده هيعمل معانا شخصيه ريك فلاج الاب، واللي وقتها كده معظم الاخبار اتكلمت ووضحت ان المفروض الشخصيه دي هتتقدم معانا في احداث الموسم الثاني من بيس ميكر، ده علشان خاطر ينتقم لابنه من اللي حصل فيه من بيس ميكر، وزي ما شفنا كده في احداث فيلم ذا سوسايد سكواد بيس ميكر قتل ريك فلاج. ولو جيت بقى هنا تتكلم معايا وتقولي طب ازاي، طب ما احداث الفيلم اصلا مش كانوا، فخلينا اقول لك بقى هنا، ما هو ده بسبب العك اللي في الاساس جيمس جان عمله، لان هنا وقت الاعلان عن ريبوت على عالم دي سي كان المفروض جيمس جان هنا يعمل ريبوت كلي ويخلصنا من كل الهري ده، ولكن للاسف في النهايه جيمس جان اختار ان هو يعمل سوفت ريبوت، يوصل في النهايه ان جيمس جان هينقي بقى طماطم بقى من العالم السينمائي القديم، اللي هو من الاخر في شخصيه داخله دماغ جيمس جان، طب هاتها هنضمها معانا في العالم السينمائي الجديد، وحاجه زي دي اللي هنيجي ليها كمان شويه. طيب هنا معانا بقى حدث مهم زي مقتل ريك فلاج، استبعد بصراحه ان جيمس جان يطلع ويوضح النقطه دي، وان من الاخر بالفعل حصل كده في العالم السينمائي الجديد او التايم لاين ده، وزي ما بيس ميكر قتل ريك فلاج في العالم السينمائي القديم وده يعتبر كده تايم لاين مختلف، فده يعتبر بالظبط اللي حصل معانا في التايم لاين بتاع العالم السينمائي الجديد، هو برده من ضمن الاحداث ان بيس ميكر قتل ريك فلاج. شايف بقى انت كميه العك ده كله؟ ده بقى اللي خلينا اقول في النهايه كده لو جيمس جان كان من البدايه عمل ريبوت كلي للعالم السينمائي القديم بتاع دي سي كان ريحنا من كل الهري ده، ولكن برضه هرجع واقول لك خلينا ما نسبقش الاحداث. وده بقى اللي وصلنا للنقطه الثانيه، وهو ان بالفعل ممكن عوده الممثل ده لشخصيه ريك فلاج مره ثانيه ان هو يظهر معانا في احداث الموسم الثاني من مسلسل بيس ميكر، اللي ممكن نشوفه كفلاش باك، وحاجه زي دي بصراحه هتكون اكتر منطقيه من اي حاجه ثانيه، وهنا في الحاله دي نقدر نقول خلاص كده جيمس جان براءه. ولو قلت لي بقى طب ليه ما يجيبش فلاش باك اصلا من فيلم ذا سوسايد سكواد، فزي ما اتفقنا بقى خلاص ان الفيلم ده اصلا مش كانون او احداثه مش بتقع في العالم السينمائي الجديد، فده اللي ممكن بالفعل يخلي جيمس جان يرجع الممثل ده مره ثانيه علشان خاطر يعمل شخصيه ريك فلاج، ولكن في الفلاش باك ده اللي هيتعرض معانا في احداث الموسم الثاني من مسلسل بيس ميكر ممكن هنا نشوف شخصيه بيس ميكر بيقتله بطريقه مختلفه عن اللي حصل معانا في فيلم ذا سوسايد سكواد، لكن بقى في النهايه لو حصل اي حاجه ثانيه غير كده مش شايف ان ده هيكون منطقي للدرجه دي، يمكن خبر زي ده ما فيهوش مشكله كبيره بالنسبه لدي سي، لكن ده بقى يوصلنا للمشكله الاكبر مع الاختيار السيء اللي حصل مؤخرا.
اول حاجه كده احنا عارفين من بدري ان ممثل شخصيه بلو بيتر، الشخصيه اللي اتقدمت معانا في اواخر العالم السينما القديم بتاع دي سي، واللي حرفيا ما حدش سمع عنها اي حاجه. طيب الممثل هنا اللي اسمه شولو ماردين هو تم انضمامه بشكل رسمي في العالم السينما الجديد، ولكن زي ما جيمس جان وضح حاجه زي دي، وضح كمان ان احداث الفيلم بتاع بلو بيتر مش بتقع في العالم السينما الجديد، يعني من الاخر كده احداث الفيلم مش كانون، وده برضو من ضمن العك اللي بيحصل بسبب السوفت روبوت. زي ما وضحت لك كده من شويه، جيمس جان يعتبر بينقي طماطم من العالم السينما القديم. على الجانب الثاني بيظهر خبر كده ان الممثل كاميل اللي كان في عالم مارفل السينمائي وكان بالتحديد كده في العمل الخاص بتاع الايترنالز، المفروض ان هو ينضم لعالم دي سي وهيعمل معانا شخصيه بوستر جولد. خبر ده وقتها ما كانش اكيد، لكن انا هنا على القناه قلت ان الممثل قام بمتابعه كاست فيلم سوبرمان وكمان المخرج جيمس جان، يعني من الاخر كده لو هو مش هيعمل شخصيه بوستر جولد في العالم السينمائي الجديد بتاع دي سي، يبقى على الاقل كده هيكون من ضمن العالم ده. عشان حاليا كده يتم تاكيد الخبر ده بشكل رسمي، اللي بيحصل بالظبط كده ان الممثل بتاع شخصيه بلو بيتل بياكد بالفعل ان الممثل كاميل هو اللي هيعمل معانا شخصيه بوستر جولد في عالم دي سي يو. لا وكمان ضيف بقى على الكلام ده، بيوضح كده ان شخصيه بلو بيتل هتظهر في العمل الخاص بشخصيه بوستر جولد. يعني حاليا كده الخبر اتاكد 100%. فبعد الخبر ده للاسف اغلبيه فانز دي سي مش عاجبهم الاختيار ده، لا وكمان بقى في قلق كبير على اختيار الممثل اللي ممكن يعمل معانا شخصيه باتمان في العالم السينمائي الجديد، لان لحد دلوقتي معظم فانز دي سي شايفين ان ممثلين معينين فقط هم اللي ممكن يعملوا معانا شخصيه باتمان ولايق عليهم الدور بشكل كبير جدا، ولكن بعد اختيار الممثل ده لشخصيه بوستر جولد بقى في قلق كبير جدا على شخصيه باتمان. ولكن هنا بعيد عن شخصيه باتمان، فهل اختيار الممثل ده لشخصيه بوستر جولد كان اختيار موفق؟ بكل بساطة لا، ولو انا يمكن بعترض كتير على اختيارات جيمس جان، فخليني اقول لك ان اغلبية فانز دي سي اللي متفائلين جدا بجيمس جان للاسف شايفين ان الاختيار ده مش موفق من جيمس جان، بل كمان كان اختيار سيء جدا. واول حاجة كده المفروض جيمس جان بياخد من الكوميكس بالظبط، ويمكن كمان كان ممتاز في اختيار كاست فيلم سوبرمان، اغلبية فعلا متفقين على حاجة زي دي، لكن مع اختيار الممثل اللي يعمل معانا شخصية بوستر جولد ما كانش افضل حاجة للاسف، واللي هو من الاخر يعني ضاقت بيك الدنيا عشان في النهاية تجيب لي ممثل لاتيني هو تقريبا كمان في الاصل اصلا باكستاني مش هندي، ما البعض بيقول، ولكن مش هتفرق كتير في كلا الاحوال. سبب بقى حاجه زي دي ممكن توصلنا لكام نقطه مهمه جدا. اول حاجه كده بعد الخبر ده، اللي اكيد جيمس جان مستني يشوف رد فعل الفانز هتكون عامله ازاي، ان جيمس جان في النهايه يرجع في القرار ده، بس في الحاله دي كده الممثل شولو هيطلع كذاب ومفيش اي شخص هيصدقه في اي حاجه تاني بعد كده. كمان حتى لو الممثل ده طلع كذاب، طب هو هيجيب الخبر ده منين او هيعلن عنه ليه من الاساس، الا واذا بالفعل جيمس جان اكد الكلام ده. فحاجه زي دي بالفعل بتاكد معانا الكلام ده. ولكن هنا لو جيمس جان بالفعل شاف رد فعل فانز دي سي، انا دي جيمس جان هيختار ممثل مناسب لشخصيه بوستر جولد ويلحق نفسه، ان حاليا اللي بيحصل من الشركات بيسربوا خبر يشوفوا رد الفعل عليه ايه، لو عجب الفانز تمام نعلن عنه بشكل رسمي، واذا ما عجبش الفانز يبقى مجرد اشاعه. النقطه الثانيه بقى ان جيمس جان يطلع ويعلن بشكل رسمي ان الممثل ده هو اللي هيعمل معانا شخصيه بوستر جولد في العالم السينمائي الجديد، وللاسف وقتها الاحباط هيزيد جدا مع فانز دي سي، وعلى اخر الزمن كده شخصيه بوستر جولد هيعملها ممثل باكستاني. حاجه زي دي مش منطقيه للاسف، وهيكون اول اختيار سيء جدا من جيمس جان. وقبل بقى ما تيجي هنا تقول لي طب ما هو عادي، ما كان في اعتراض على الممثل هيث ليدجر اللي كان بيعمل معانا شخصيه الجوكر في ثلاثيه نولان، وكمان كان في اعتراض على الممثل بين افليك انه يعمل شخصيه باتمان، وفي كل الاحوال كل ممثل قدم الشخصيه بطريقه اسطوريه. احب اقول لك ان ما ينفعش تقارن ممثلين بالاحجام دي بممثل زي ده، لان للاسف دي سي في الوقت الحالي اصلا معهاش فلوس، فبالتالي لازم يجيبوا ممثل اجره ضعيف. وعلى فكره الموضوع ده لسه هيحصل مع بقيه الممثلين اللي هيتم الاعلان عنهم بعد كده، يعني من الاخر كده ما تستنظرش ان ممكن يتم الاعلان عن ممثل تقيل هيعمل معانا شخصيه من الشخصيات بتاعت العالم السينمائي الجديد. وده كله في النهايه خلينا نقول حتى لو مفيش امكانيات، فاكيد في ممثلين تانيين اجرهم قليل وهيكونوا لايقين جدا على الشخصيه اكتر من الممثل ده، اللي انا شايف من وجهه نظري هيتقدم كاجندات في عالم دي سي. وحط تحت دي كده 3 4 خطوط علشان فعلا هتظهر معانا في المستقبل. فللاسف كده قرارات جيمس جان على قد ما في معظم الاحيان بتكون ممتازه، الا ان في اوقات كتيره بتكون سيئه جدا. انا على سبيل المثال زي ما سبق ووضحت لك ان كان في عمل انيميشن يخص شخصيه باتمان بيوند، والمفروض العمل ده كان هيكون منافس لعالم سبايدر مان الانيميشن، ولكن في النهايه تم رفضه. طب ايه السبب؟ محدش عارف لحد دلوقتي ايه السبب، بس لا احنا نرفض الاعمال التقيله اللي زي دي اللي فانز دي سي اصلا هي محتاجاها، علشان على الجانب التاني نوافق على اعمال حرفيا محدش هيبص عليها حتى.
زي ما سابق برضه وضحت لك قبل كده ان في عمل انيميشن جوراسيك ليج اللي هيتقدم فيه سوبرمان وكمان باتمان وبقيه اعضاء الجاستس ليج ولكن ديناصورات. المفروض المشروع ده خد الضوء الاخضر وهيتقدم معانا في الالس وورلدز. فانت بقى هنا كفال دي سي ادينا عقلك، يعني ازاي عمل زي بتاع باتمان بيوند يترفض ويتعمل على الجانب الثاني جوراسيك ليج؟ قول لي انت بقى. ويمكن الاخبار دي كانت من فتره، ولكن بقى خلينا في القريب وهو العمل اللي خاص بشخصيه بلو بيتل. لحد دلوقتي خبر زي ده حرفيا مش مفهوم، وهو اننا هنشوف مسلسل انيميشن قادم، ولحد هنا الموضوع تمام. بس المسلسل الانيميشن ده تابع لايه؟ مسلسل الانيميشن ده هيكون تكمله على فيلم بلو بيتل. حرفيا احنا بنوصل لكارثه، وكارثه كبيره جدا. اخر كده جيمس جان هو ما بقاش حد عارف هو بيفكر ازاي. فيمكن قلت لك في الفيديوهات اللي قبل كده وقت نزول الخبر ده ان الميزه في الموضوع لو هنكمل على فيلم بلو بيتل ان المسلسل الانيميشن ده يعرفك ازاي الفيلم ده هينتقل للعالم السينمائي الجديد. ما تقول لي ازاي والفيلم تابع اصلا لجيمس جان او في الفتره الرئاسيه بتاعته، فاذا هو كده تابع للعالم السينمائي الجديد. فخليني كده اقول لك ان الفيلم هو اصلا مش مرتبط باي احداث ان كان بقى للعالم السينمائي القديم او الجديد، بس الفيلم وقتها كده كان معروف ان تابع لفتره العالم السينمائي القديم. ولكن زي ما وضحت لك كده ان جيمس جان قالها بشكل رسمي ان الفيلم احداثه مش كانون ولكن الشخصيه كانون، وده الا واذا جيمس جان رجع في كلامه في اي وقت، ودي بقى عادته ولا هيشتريها، ده طبيعي مع جيمس جان. واللي للاسف الوضع حاليا بقى زي الزفت، يعني مؤخرا كده بعد ما جينا فتره وقلنا جيمس جان مركز مع العالم السينمائي الجديد والدنيا مبشره وكله تمام، لكن لا نرجع مره تانية نعمل مسلسل لفيلم بلو بيتل، حاجه في منتهى الغرابه بصراحه. وهنا الموضوع يفرق بقى ما بين مسلسل لشخصيه بلو بيتل ما بين مسلسل لتكمله فيلم بلو بيتل، مش منطقي. وجيت بقى تقول لي ما يمكن فيلم بلو بيتل تابع للعالم السينمائي الجديد وايه المشكله، ويمكن الراجل بيشتغلنا لما قال انه مش تابع للعالم السينمائي الجديد. فهقول لك حلو والله انت صح، وخلينا اتفق معاك في الكلام ده ان الاخ جيمس مسدس ضحك علينا. يبقى انت بقى كده اول عمل معاك في العالم السينمائي الجديد ولا كريشا كوماندوز ولا حتى فيلم سوبرمان، يبقى انت كده اول فيلم معاك في العالم السينمائي الجديد هو فيلم بلو بيتل. شاطر والله يا جيمس جان. كمان شويه تيجي تقول لي فيلم سوسايد سكواد هو كانون، يكون لي تكمله انه يعرفك ازاي احداثه هتنتقل للعالم السينمائي الجديد. مستنى احنا لسه ما خلصناش، بعدها بشويه يجي يقول لك ان شخصيه جرين لانترن هال جوردن للممثل رايان رونالدز ضمن العالم السينمائي الجديد. طب ازاي يا حاج جيمس؟ هيقولك اصل كان في مسلسل انيميشن هيعرفك ازاي الشخصيه دي تنضم للعالم السينمائي الجديد. وفي الحاله دي بقى نقدر نقول ان ده اول فيلم للعالم السينمائي الجديد، وبكده بشكل رسمي عالم دي سي سبقت عالم مارفل السينمائي، وبرافو جيمس جان، خطه في منتهى الذكاء. للاسف القرارات اللي بتطلع دلوقتي اللي شكلها غير منطقيه دي بتوصل لحاجه معظم فانز دي سي كانوا بيتكلموا عنها، وهي مؤامره بتحصل على عالم دي سي، واللي يمكن اتكلمت عنها في فيديو هنا على القناه ووضحت لك ايه اللي ممكن مارفل تعمله او اللي عملته علشان خاطر توقع العالم السينمائي القديم، وممكن كمان توقع العالم السينمائي الجديد قبل ما يبتدي. لكن برضو بعد كل الكلام اللي انا قلته لك ده واحد برضه بيرجع ويقول خلينا ما نسبقش الاحداث لعل اللي جاي يكون افضل. ويمكن كل اللي بيعمله جيمس جان في الوقت الحالي ده هيكون ليه فايده في المستقبل بتاع عالم دي سي. فاحنا كفانز دي سي على امل فعلا ان يتقدم معانا عالم سينمائي متخطط ليه صح من البدايه، علشان في النهايه كده نقدر نوصل حتى لو لربع اللي مارفل عملته في الوقت الحالي، لان فعلا الوضع بقى محزن جدا علينا كفانز دي سي. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وبيس.